بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. سعادة الأستاذ الدكتور أسيب جهار رئيس الجامعة الإسلامية الدولية، الشيخ الجليل والحكيم الكبير أستاذ الدكتور محمد قريش شهاب عضو مجلس حكماء المسلمين، وهناك ألقاب أخرى تسبق هذا اللقب الأخير طبعا يطول ذكرها لو تتبعناها. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الأستاذ الكبير، السادة العلماء الأجلاء وبناتي وأبنائي من طالبات وطلاب جامعة الأزهر والمتخرجين من هذه الجامعة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الأمة التي أنارت العالم كله بعد أن أطبقت عليه الظلمات من كل جانب وصححت بقرآنها الكريم ورسولها العظيم مسار البشرية ووضعت الإنسانية كلها من جديد على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذه الأمة تعاني اليوم وكما تعلمون من أعراض تشبه أعراض الأمراض المتوطنة لا تكاد تعالج منها عرضاً حتى تعيا بعلاج 100 عرض وعرض. والمتأمل أيها السادة الأجلاء في عظمة الحضارة الإسلامية وقوتها التي تأسست على العدل والإنصاف يعجب كثيراً وهو ينظر إلى ما آلت إليه اليوم، وهي وإن لم تكن قد آلت إلى زوال أو إلى فناء فإنها باليقين قد آلت إلى شيء من الضعف والانزواء لا تكاد تخضئه عيون أبنائها قبل عيون الآخرين. ومن مدهشات هذه الحضارة أنها حتى وهي تعاني من الهزال تبعث الأمل الذي لا حدود له في إعادة التعافي والإحياء والتجديد. إنها تشبه الجمرة المتقدة التي لا تنطفئ رغم ما يتراكم عليها من طبقات الرماد الكثيف بين الحين والحين في تاريخها المشرق الطويل. والناس لا يعلمون حتى هذه اللحظة حضارة بقيت وثبتت على وجه الزمان ما يقرب من 15 قرناً رغم الضربات القاتلة التي وجهت وتوجه إليها غير حضارة الإسلام والمسلمين. هذه الحضارة ذات التاريخ المجيد تبدلت بها أقدارها أخيراً فصارت تتسول من الغرب فلسفتها وثقافتها ومناهجها في التربية والتعليم والاجتماع والاقتصاد، وكأن أهلها أمة همجية قادمة من مقابر التاريخ ولم يكن لهم من قبل عهد بعلم ولا أدب ولا فلسفة ولا تشريع ولا تاريخ ولا فنون، وكأنهم لم يعلموا الإنسانية كلها ولم تضللها بحضارة راقية في الشرق والغرب قرونا طويلة. تعلمون حضراتكم مثل ما أعلم أن داء هذه الأمة هو الفرقة والاختلاف والتنازع الداخلي، وهو داء خبيث طالما شكل نقطة الضعف التي نفذ منها المستعمرون لبلاد المسلمين في القرنين الماضيين.
وهو هو الداء الخبيث الذي يتسلل منه الاستعمار الغربي من جديد في القرن الواحد والعشرين. ولا تزال مقولة فرق تسد والتي حفظناها صغارا يعاد توظيفها اليوم تحت لافتات صراع الحضارات والفوضى الخلاقة والعولمة ونهاية التاريخ وغيرها من اللافتات التي ترفع هنا وهناك في بلاد المسلمين ليقتلوا تحتها أو ليقاتل بعضهم بعضا نيابة عن المستعمر الجديد. يحدث هذا والقرآن الكريم الذي نردده صباح مساء ونتسابق في تحفيظه لأطفالنا، ونتباهى بقدرة هؤلاء الأطفال على حفظه واستظهاره. هذا القرآن الكريم يحذر المسلمين ويقرع سمعهم ليل نهار بقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والسؤال الذي نطرحه اليوم ويفرض نفسه على كل باحث مهموم بهذا الأمر هو: كيف يتسالم المسلمون فيما بينهم؟ وهذا السؤال المؤلم تطرحه الساحة الآن بصورة قاتمة بل شديدة القتامة. ويكفي أن أشير فقط إلى أن خطاب الدعوة والدعاء والذي يناط به جمع الشمل أصبح في أحيان كثيرة هو المسؤول الأول عن فرقة المسلمين وتمزقهم، وبحيث أصبح بأس شباب المسلمين بينهم شديدا. كم من مذهب في ساحة الدعوة الآن يقف من وراء تباغض شباب المسلمين وتنابذهم وتدابرهم؟ وأين ذهبت قضايا الأمة المصيرية من اهتمامات هؤلاء الدعاة الشباب وهؤلاء الداعيات الشابات؟ ألا تستحق هذه القضايا الكبرى حلقة واحدة من حلقاتهم التي تكاد تحرم الحلال وتحلل الحرام؟ هل يعلم شبابنا عن القدس وعن المسجد الأقصى وما يعانيه مثل ما يعلم من خلافيات الأشاعرة والسلفية والصوفية؟ وهل يشغل ذهنه البحث في واقع أمته مثل ما يشغله البحث في قضايا خلافية تافهة ولا زمانها؟ وهل يقبل على مقرراته العلمية الجامعية بمثل ما يقبل به على كتب أو كتيبات لهذا الداعية أو ذاك؟ بل كيف أعرض شبابنا عن فرض محتم لازم هو وحدة المسلمين، وتفرغ لفقه يختلط فيه المندوب بالواجب والمكروه بالحرام؟ لقد تلاشت الفروق أيها السادة العلماء، أو كادت، بين الأحكام الشرعية الخمسة، وانشغلت الأسرة في المجتمع الإسلامي بقضايا جزئية لا إلزام فيها شرعا، وأهملت كليا قضايا محورية ذات خطر عظيم في شريعة الإسلام مثل بر الوالدين، ومثل الإحسان إلى الجار، ومثل قيمة العمل، وقيمة الوقت، وقيمة النظافة، والرحمة بالناس، وغير ذلك من الفروض الأخلاقية والاجتماعية التي تراجعت إلى ذيل القائمة في ترتيب الواجبات الشرعية في هذا الفقه الغريب. وأمر آخر يدفع الأمة إلى هذا الاتجاه البائس ذلكم هو محاولة العبث الواضح بفقه الأئمة الأربعة، وفرض فقه جديد يوجب على الناس ما لا يجب. ولا يعقل
أن يجب أبدا مثل المعركة حول التنفل قبل صلاة المغرب أو زكاة الفطر بنوع واحد من الحبوب لا يجزئ غيره، وهو أمر لم تعرفه جماهير الأمة ولم تعتده مساجدهم من قبل ولم يجري عليه العمل كما يقول فقهاؤنا المعتمدون. أيها الإخوة العلماء، مما يجب أن نتوقف أمامه طويلا ظاهرة كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي والإتيان عليه من قواعده لو تركت دون مواجهة بفقه صحيح وعلم خالص صريح، تلكم هي الجرأة على التكفير والتفسيق والتبديع وإخراج الناس من الإسلام وما يسوغه هذا العبث من استباحة النفوس والأعراض والدماء والأموال. وكيف يستقيم انتشار مثل هذه الأفكار في أمة أجمع علماؤها وأئمتها من المدارس الثلاث الكلامية على المقولة الذهبية التي حفظناها في أروقة الأزهر ونحن طلاب صغار، مثل لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ومثل نصلي خلف كل بر وفاجر امتثالا للحديث الشريف صلوا خلف كل بر وفاجر، ومثل لا يخرج من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه، يعني لا يكفر الناس إلا إنكار ما أدخله فيه، والذي أدخله في الإسلام نعرف أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، فإذا جحد ذلك وأنكره فهذا هو الكافر، ما عدا ذلك لا تستطيع أن تسميه كافرا. وغير ذلك من القواعد التي حفظت للأمة تماسكها ووحدتها عبر التاريخ وانطلقت في معتقداتها هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث وهو في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدد من هو المسلم الذي تجب له حقوق المسلم ويحرم على أي شخص أن يقترب منه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له عهد الله وعهد الرسول يطبق عليه. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تخون الله في ذمته. ومعنى ذلك أن المسلم إذا صلى مع المسلمين واستقبل في صلاته قبلة المسلمين واجتمع معهم وأكل ذبيحتهم، الاعتداء عليه هو خيانة لذمة الله وذمة رسوله في هذا المسلم. أيها الإخوة، الوقت الآن وقت جد وعمل وليس وقت خطب ومواعظ، والأمم حولنا تعمل في صمت مريب وفي تدبير ومكر شديدين، وقد مللنا من الكلام الذي لا يثمر عملا على أرض الواقع. وأذكركم بالمقولة الذهبية لإمام دار الهجرة وإمامنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قال: أكره الكلام فيما ليس تحته عمل. وقبل أن أنهي كلمتي أود أن أشيد بالدور الإيجابي والفعال للحكومة الإندونيسية لدعمها الأشقاء في غزة خلال محنتهم الحالية، ومع التأكيد أيضا على دعم الأزهر لتهدئة الظروف والتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لعودة النازحين
إلى مدنهم وقراهم، والبدء في إدخال المساعدات الإنسانية بدعم من كل الدول الإسلامية وعلى رأسها إندونيسيا. إذا تحدثنا خارج الكلمة الرسمية فإننا نستطيع أن نلخص في عجالة كيف أن هذا الدين هو مملوء بالعناصر التي تؤهل المسلمين إلى الوحدة وتدفعهم دفعا إلى أن يكونوا أمة واحدة وإلى أن يحققوا ما أشار إليه فضيلة العالم الجليل الدكتور قريش شهاب من التعدد في داخل الوحدة. أولا، القرآن الكريم يقرر حقيقة الاختلاف بين الناس، ونحن جميعا نقرأ الآية الكريمة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ومعنى لا يزالون مختلفين أنهم سيبقون هكذا إلى أن تقوم الساعة، وهذه إرادة الله، شاء أن يكون الناس مختلفين إلى أن تقوم الساعة. ولو أنه شاء أن يخلقهم متحدين على دين واحد أو لون واحد أو لغة واحدة أو جنس واحد لفعل، ولكنه لم يشأ ذلك وشاء عكسه، وهو أن يخلقهم مختلفين في كل هذه الإمكانات، أو كل هذه سواء كانت إمكانات عقلية أو إمكانات جسمية أو إمكانات خلقية إلى آخر كل ذلك. هذه حقيقة يقررها القرآن الكريم، ولا يكتفي فقط بأن يقررها في وأنه يمكن تغييرها فأبدا، وإنما يقررها ثم يؤكد بأن لا يزالون مختلفين، ثم يقول بعد ذلك: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كثير من أو معظم المفسرين يرجعون بهذا الضمير للاختلاف ويفسرون الآية كالآتي: أنه خلقهم مختلفين وأنه خلقهم من أجل هذا الاختلاف، يعني لولا هذا الاختلاف ما كان خلقهم. ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن القاعدة: الناس مختلفون وسيظلون مختلفين إلى آخر دقيقة في عمر هذا الكون. القاعدة الثانية، وهي تترتب على القاعدة الأولى منطقيا، وهي أنه ما دام خلق الناس مختلفين معنى ذلك أنهم بالضرورة سوف يختلفون في الاعتقاد، سوف يختلفون في الدين، وهذه القاعدة لازم القاعدة الأولى، بحيث أنه لا يمكن فهم أن الله يخلقهم مختلفين ثم بعد ذلك أطلب منهم أن يتفقوا جميعا في عقيدة واحدة أو دين واحد. فهو أولا خلقهم مختلفين، لازم الاختلاف، الاختلاف في كل شيء، من أفراد الاختلاف في كل شيء أن يختلفوا في العقائد. فإذا الناس مختلفون في عقائدهم بأصل خلقتهم وفطرتهم وطبيعتهم. يترتب على ذلك قاعدة ثالثة، وهي أنه سبحانه وتعالى ضمن وفي مجال العقائد بالذات ضمن في هذا المجال أنه ما دام خلق الناس مختلفين ثم لازم هذا الاختلاف أن يختلفوا في عقائدهم، ضمن لهم الاختلاف في العقائد، فقال: لا إكراه في الدين، وحذر من الإكراه في الدين لأنه سيناقض وسيضاد وسيصدم إرادة الله في أن يكون الناس مختلفين فيما بينهم. بعد ذلك استدلنا بآية لا إكراه في الدين، وأيضا بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل هذا تأسيس في القرآن الكريم، وهذا هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه. نعلم أنه في وصيته إلى أهل اليمن
حين بعث بها وقال يعني يؤخذ من أغنائهم إلى فقرائهم، قال نصا صريحا وأنه من كره الإسلام من يهودي أو نصراني فلا يحول عن دينه. شيء عجيب، هذا الداعية إلى الناس إلى الإسلام لكنه يحترم الإنسان الذي يخالفه ويقول لا يحول عن دينه. أمور أخرى كثيرة تدعونا ويطول الحديث فيها، تدعونا إلى بيان أن هذا الدين مؤسس ومصمم على احترام الآخر، وفرق بين أن يحترم عقيدة الآخر وبين أن يؤمن بعقيدة الآخر. نعم هو مأمور بأن لا يؤمن بها ولكنه مأمور بأن يحترمها. ومن هنا أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج بمسيحية أو يهودية ويقترن بها ويذهب وكلفه فقها أن يذهب بها إلى أماكن عبادتها وينتظرها ثم يعود بها. وحين يصرح الإسلام أو يسمح الإسلام للمسلم بأن يقترن مثلا بمسيحية أو بيهودية، هذا معناها أن يسمح له بأن يوجه كل مشاعر الحب، ونحن نعلم المشاعر الإنسانية الموجودة بين الزوج وزوجته، بأن يعني المشاعر الحب والموجودة في قلب مسلم أن تتوجه إلى غير مسلم من أهل الكتاب طبعا. لا، ويضمن للزوجة أن تكون شريكة، الزوجة المسيحية المغايرة له في الدين أن تكون شريكة له في حياته، أن تكون صاحبة القرار معه، وأن تكون أم أولاده إلى آخره. هذا طبعا يعني لا تحتاجون إلى أن أو تطالبونني بالدليل على هذا، لأن طبعا يعني اليوم أحل لكم الطيبات في سورة البقرة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، الزوجات المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني مع المحصنات من المسلمات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ده نص صريح ولا يستطيع أحدا. أنا تحاورت مع صديق لي من إخواننا الذين يعني يحرصون على مذهب السلف في مصر، وهو صديق وكنت أمازحه حين ذهبنا لنهنئ يعني المسيحيين في الكنائس، فكان يلوم علي وأنت شيخ الأزهر كيف يعني تهنئ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التهنئة، مع أن هذا الحديث فيه كلام يعني. فأنا قلت له هل تؤمن بأن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بمسيحية أو يهودية؟ قال نعم، لأنه لا يستطيع يعني أن يتردد. قلت له هل يعقل أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يتزوج الزوجة وأن يذهب بها إلى المعابد وأن لا يجبرها على الإسلام؟ بل وأقول أن بعض الأئمة قال إنه لا يتحدث حديثا طيبا كثيرا عن الإسلام حتى لا يغريها بالدخول فيه، ليس كراهة لذلك وإنما خوفا من لا إكراه في الدين، لأن الإغراء بالمال شراء للذمة وشراء للعقل وشراء للضمير، فهو نوع من الإكراه أيضا. فقال نعم. قلت طب يعقل أن يضمن لها كل هذه الحقوق ثم يقول للزوج إلا أنه في يوم ميلاد المسيح عليه السلام يحرم أن تقول لها كل سنة وأنت طيبة؟ قال لي لازم. طب إزاي يعني يبيح كل هذا ثم يصادر تهنئة؟ فطبعا يعني هو قال لي أنا لدي الحديث، أعمل الحديث وأعمل القرآن. فإذا أريد أن أقول أنا لا أشجع على شيء، ولكن فقط أفجر ما في الإسلام وما في القرآن الكريم من طاقات هائلة في أن تجعل المسلم يعيش
إلى جوار غير مع غير المسلم ويحترم له دينه، وطبعا قل يا أيها الكافرون مع حتى مع الكفار. فنحن نعلم هذا مع أهل الكتاب. أحد الناس قال لي طيب يعني لأني قلنا أن الإسلام لا يبيح القتال إلا في حالة واحدة وهي حالة الدفاع عن إذا ما اعتدى، يعني في حالة العدوان إذا ما اعتدى علي غير المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لابد أن أدافع عن نفسي وأدافع عن أرضي وأدافع عن وطني. قيل لي وماذا عن الذين يعني ليسوا من أهل الكتاب ولا يؤمنون بالإسلام، يقصد الكفار؟ فقلت له تأتي الآية الكريمة الأخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طبعا البر ده حتى يعني لفظ بيستخدم في مودة الابن أو البنت للأب أو الأم، بر الوالدين، ثم القسط وهو العدل. فإذا القرآن يقول لا تقاتل أهل الكتاب ولا تقاتل غير أهل الكتاب من الكفار ومن المادين ومن الملحدين إلا إذا اعتدوا عليك، فالعدوان هو سبب القتال في الإسلام. تبقى معي كلمة واحدة وهي أننا حين ندعو أبنائنا وبناتنا وحينما نعتمد مذهب الإمام الأشعري في الأزهر الشريف ليس تعصبا لمذهب وليس تعصبا الأزهر لا يتعصب لشخص أبدا، ولكن لأن الإمام الأشعري هو الذي عاد بالموضوع كله إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية، وعنده هذا الحديث وهو من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، يعتمد هذا تماما. وكان يقول وهو في آخر نفس من أنفاسه اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. المذهب الوحيد الذي لا يكفر المسلمين هو مذهب هذا الرجل. وحين ندرس هذا المذهب هو ليس مذهبا حقيقة، هذه كلمة مجازية، إنما هو عاد بالقضية إلى ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عهد صحابته والتابعين. فأنا لست أمام مذهب جديد مثل مذهب المتكلمين كان المعتزلة وغيرهم إلى آخره، ولكني أمام مذهب أعاده أو عاد به الإمام الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وهؤلاء هم السلف الصالح. معلش أضلت إليكم وأضلت عليكم وأعتذر إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.